قدمنا لكم في اللقاء هذا برنامج الاتحاد الوطني الحر الانتخابي، برنامج واقعي وبراغماتي، ونعلنها اليوم وبكل ثقة في النفس احنا قادرين على تحقيق مشاريع عملاقة في تونس ترجع بلادنا مركز استثمارات عالم، وتستقطب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. المشاريع الكبرى هي اللي تصنع المشاريع الصغرى اللي بدورها تكون رجال أعمال، رجال أعمال جدد، رجال أعمال شبان وطنيين، على خاطر سواعد الشباب التونسي تستنى في فرصتها. شبابنا يحب يحقق طموحاته في العيش الكريم، أما ما فهم حتى عيش كريم بدون استقلال مادي. اليوم كي نتنقل اليوم كي نتنقل بين الجهات نلقى أولادنا عندهم 10 و15 سنة بقى. وقت اللي مشيت القفصة قابلت مجموعة من الشباب حاملين الشهادة العليا، أنديتهم عمرهم في 40 سنة مازالوا عمرهم لا خدموا مع حتى نهار. الدولة قاتلهم ما نجمش خدمكم، كبرتم أنتم، هذا اللي صار لهم، كبروا ما عادش نجموا ياخذوا. بالله عندي سؤال للي يحب يصوت للترجمة، شكون المسؤول على الكلام هذا؟ كلام عمره 15 و20 سنة مش 3 سنين. لا للترجمة. بحول الله اللي نحب اليوم كونه تونس معنا باش تولي ورشة مشاريع ضخمة. كيف نقول تونس معناها تونس من غير إقصاء. اليوم مش معقول في المؤسسات اللي تشغل أكثر من 40 شخص و50 عددها 11 في القصرين، 9 في الكيف، 7 في كبدي، تطاوين ربع تونس فيها 4 مؤسسات أهو. اليوم أنا نؤمن بأنه تونس قادرة باش تكون في صنف البلدان المتقدمة. برنامج الوطن الحر قادر على تحقيق هذا الهدف. نأكد لكم وأنه الفقر هو السبب في التهميش، الفقر هو السبب في الظلم، الفقر هو السبب في الفساد والانحراف. هذاك علاش شعارنا أو بالأحرى التزامنا شعارنا اليوم هو القضاء على الفقر. اليوم حزب برنامجه هو التخويف. التصويت للنداء ولا اليوم عبارة على واجب وطني باش يمنعوا البلاد. النهضة خدمة التجمعيين اللي نتصور اليوم مش مصدقين كيفاش عايشين. اليوم النهضة خلات منذر الزنايدي نجم يولي رئيس. اليوم النهضة خلات كمال مرجان يفكر كونه يولي رئيس. تعرفوا شنو مشروعهم للتوانسة؟ شنو مشروعهم؟ مشروعهم شدوا مشومك لا يجيك ما أشو. هذا هو، هذا مشروع التجمعين اليوم. قدمنا لكم في اللقاء هذا برنامج الاتحاد الوطني الحر الانتخابي،
برنامج واقعي وبراغماتي، ونعلنها اليوم وبكل ثقة في النفس احنا قادرين على تحقيق مشاريع عملاقة في تونس ترجع بلادنا مركز استثمارات عالم. تستقطب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. المشاريع الكبرى هي اللي تصنع المشاريع الصغرى اللي بدورها تكون رجال أعمال، رجال أعمال جدد، رجال أعمال شبان وطنيين، على خاطر سواعد الشباب التونسي تستنى في فرصتها. شبابنا يحب يحقق طموحاته في العيش الكريم، أما ما فهم حتى عيش كريم بدون استقلال مادي. اليوم كي نتنقل اليوم كي نتنقل بين الجهات نلقى أولادنا عندهم 10 و15 سنة بطبع. وقت اللي مشيت القفصة قابلت مجموعة من الشباب حاملين شهادة عليا. عمرهم في 40 سنة مازالوا عمرهم لا خدموا مع حتى نهار. الدولة قالت لهم ما نجمش نخدمكم، كبرتم انتم. هذا اللي صار لهم، كبروا ما عادش يجمعوا. بالله عندي سؤال للي يحب يصوت للتجمع، شكون المسؤول على الكلام هذا؟ كلام عمره 15 و20 سنة مش 3 سنين. للتجمع بحول الله اللي نحب اليوم كونوا تونس معنا باش تولي ورشة مشاريع ضخمة. كيف نقول تونس معناها تونس من غير اقصاء. اليوم مش معقول في المؤسسات اللي تشغل اكثر من 40 شخص و50 عددها 11 في القصرين، 9 في الكاف، 7 في كبلي، تطاوين ربع تونس فيها 4 مؤسسات اهو. اليوم انا نؤمن بانه تونس قادره باش تكون في صنف البلدان القادمه. برنامج الوطن الحر قادر على تحقيق هذا الهدف. ناكد لكم وانه الفقر هو السبب في التهميش، الفقر هو السبب في الظلم، الفقر هو السبب في الفساد والانحراف. هذاك علاش شعارنا او بالاحرى التزامنا شعبنا اليوم هو القضاء على الفقر. هنا نحب ناكد زاد فما نقطه يمكن الناس مازال ماناش عاملين مشروعنا للفقراء فقط. مشروع الاتحاد الوطني الحر راهو كي نقول الفقر ما نحكيش على 1.5 مليون تونسي اللي هو تحت خط الفقر. هكاهو نحكي على الطبقة الوسطى اللي هي على أبواب الفقر اليوم. الطبقة الوسطى على أبواب الفقر. الطبقة الوسطى يلزم نوفروا لها الاستقرار ونحسنوا لها وضعيتها. ونحب نأكد يلزم الناس كل تهتم بالمشروع هذا، لأنه ما ننساوش راهو القضاء على الفقر هو الحل الوحيد اللي يوفر مناخ آمن للطبقة الغنية. طبقة غنية زي ما تفهم ما غير قضاء على الفقر حتى تولي في خطر. أهم حاجة يعني. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: لو كان الفقر رجل لقتلته. ما نحبش نطول أنا عليكم، نحب نأكد كلام الدكتور محسن حسن يعطيهم الصحة كوادر الحزب اللي قدموا البرنامج. الكلام اللي قاله الدكتور احنا مسؤولين عليه. هذا هدفنا في فكرة الاقتراع والترشيح.
نلغي قوتنا في الاتحاد الوطني الحر، عاقدين العزم على تنفيذ المشروع. الحاجة اللي نحب عليها ومنحبش تغلط العباد اليوم مهمة. أنتم اليوم تبارك الله تشوفوا الاتحاد الوطني الحر حزب حقيقي. اليوم الاتحاد قبل ساعات من وصولي للمكان هذا، الاتحاد الوطني الحر اليوم القوة الثالثة في البلاد. اليوم الاتحاد الوطني الحر اليوم بعد ساعتين بعد استطاعات الرأي القوة الثالثة في البلاد. والكلام هذا صار بنشاطكم وبخدمتكم اللي خدمتوها في المدة اللي فاتت، مش تعرفوا الخدمة شنو تجيب. أنا هذا الكلام مسؤول عليه، ونقول لكم الشهر الجاي تكملوا بنفس النسق وتكملوا هكا، نأكد لكم